السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي الصفاء وإلى هداية العالمين أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام،
إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وبعد عباد الله، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول الله عز وجل في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: سابع سبعة دخل في الإسلام وهو أحد القراء رضي الله تعالى عنه. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، فقال: هذا سبيل الله. ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال: هذه السبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم تلا هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. رواه أحمد والنسائي والدارمي. عباد الله، إنها الاستقامة التي حدثنا الله سبحانه وتعالى عنها، وشرحها نبينا صلى الله عليه وسلم وبينها لنا. ما هي الاستقامة؟ إنها سلوك الطريق المستقيم، والثبات على الدين، واستقامة القلب على توحيد الله والإيمان به، والبعد عن الشرك وعن البدع وعن كل ما يلوثه، وخشية الله سبحانه وتعالى وتعظيمه ومحبته ودعاؤه ورجاؤه والتوكل عليه، كل هذا من الاستقامة. فإذا استقام القلب استقامت الجوارح، فإن القلب كما قال العلماء هو ملك الأعضاء، هو الذي يملك الأعضاء والحواس، فإن القلب هو ملك الأعضاء والجوارح هي الجنود. فإذا استقام الملك استقامت الجنود. ولذلك كان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم دائما في الصباح وفي المساء وفي كل أحواله، كما روى أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على طاعتك. وفي رواية: يا مثبت القلوب، ثبت قلبي على دينك. ويا مصرف الأحوال، صرف قلوبنا إلى طاعتك. قال أنس بن مالك يسأل النبي بعدما سمع ذلك: يا نبي الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ يعني هل تخاف علينا أن نزيغ عن الحق
عن الطريق المستقيم؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. وهنا صفة من صفات الله وهي الأصابع، بما يعني يناسب وبما يليق به سبحانه وتعالى. نؤمن بذلك ولا نؤوله ولا نشبهه ولا نعطله، بأن لله سبحانه وتعالى أصابع كما ورد في هذا الحديث، أخرجه الترمذي. ومعنى ثبت قلبي على دينك، اجعله ثابتا على دينك، لا يميل عن الدين القويم والصراط المستقيم. عباد الله، ورد في الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القلب مثل الريشة، ريشة الطائر، مثل القلب مثل الريشة يقلبها الريح بفلات. ريشة رميتها بالصحراء وأتاها الهوى، فكيف يصير، فكيف تصبح هذه حال هذه الريشة؟ تتقلب يمينا وشمالا، ويأخذها الريح بعيدا، ويأخذها إلى كل الاتجاهات. مثل القلب مثل الريشة يقلبها الريح بفلات، رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح. ولذلك كان من واجب المسلم أن يدعو دائما بقول الله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وما سمي الإنسان إلا لنسيه، ولا القلب إلا أنه يتقلب. الإنسان من النسيان ينسى كثيرا، وهذه نعمة من الله أن ينسى الإنسان، لذلك سمي بالإنسان لكثرة نسيانه. وما سمي القلب إلا لتقلبه، يتقلب صباحا ومساء، بين ساعة وساعة، بين فينة وفينة. ولذلك روى المقداد ابن الأسود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقلب ابن آدم أسرع تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا. كيف إذا وضعت ماء في قدر ووضعتها على النار واشتدت الحرارة، ماذا يكون حال الماء؟ يتقلب يمينا وشمالا، نعم، ويتقلب كثيرا، وهكذا القلب. لقلب ابن آدم أسرع تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا، رواه الإمام أحمد في مسنده وهو في الصحيح الجامع. نعم أيها الإخوة، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. فالمسألة مسألة القلب مهمة جدا، لذلك وصف الله سبحانه وتعالى المنافقين فقال: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. لذلك المسلم عليه أن يتفقد قلبه، وأن يراعي شؤونه، وأن يكثر من الدعاء، من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف الأحوال صرف أحوالنا إلى طاعتك. لما كانت الاستقامة أيها الإخوة تحمل جوامع الخير وما أمر الله ورسوله به، جاء الأمر مقرونا في كل ركعة من الصلاة أن نطلبها وأن ندعو الله سبحانه وتعالى، فنقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولا تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. مما يحافظ على سلامة القلب وثباته المحافظة على الصلاة والمحافظة على الوضوء، كما قال صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولا تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، رواه الإمام أحمد. لما كانت الاستقامة صعبة المنال، جاء الحديث بالمقاربة من الاستقامة
فقال صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، يعني خليكم حولها، لا تبتعدوا عنها، سددوا وقاربوا. قال ابن القيم رحمه الله: المطلوب من العبد الاستقامة، فإن لم يقدر فالمقاربة، فالمقاربة والاجتهاد في ذلك. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله الثقفي رضي الله عنه جاء يسأله عن أمر في الإسلام لا يسأل أحدا غيره، فقال صلى الله عليه وسلم بكلمات فيها الإعجاز وفيها البيان وفيها الوضوح وفيها الكمال وفيها الجمع: قل آمنت بالله ثم استقم. انظروا إلى هذا الإعجاز، جمعت كل أمور الدين، قل آمنت بالله التوحيد ثم استقم. استقم في صلاتك، في صومك، في عبادتك، في زكاتك، في معاملتك، في أخلاقك، في بيتك، في الشارع، مع المسلمين، مع غير المسلمين، مع كل الناس. قل آمنت بالله ثم استقم. أترون إعجازا أعظم من هذا الإعجاز عند نبينا صلى الله عليه وسلم؟ هذا لو أردنا أن نشرح حديث لأخذنا فيه جمعا كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال في كلمتين: قل آمنت بالله ثم استقم. إنها الاستقامة أيها الإخوة، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. من ثمرات الاستقامة أن الإنسان، أن كل واحد منا سيرحل عن هذه الدنيا، سيفارق الدنيا، الموت حق لا يعفى عنه أحد، لا كبير ولا أمير ولا رئيس ولا زعيم ولا طبيب ولا غني ولا صاحب جاه ولا وضيع، كل نفس ذائقة الموت. فحين يحضر الإنسان النزع والوفاة، المؤمن تتنزل الملائكة، مش واحد يعني، تتنزل الملائكة عدة ناس على المؤمن، تتنزل عليهم الملائكة، كم عددهم الله أعلم. لماذا؟ ليبشرونه: ألا تخافوا مما أنتم قادمين عليه، ولا تحزنوا على ما خلفتم وراءكم من أولاد ومن أسر، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أبعد هذه السعادة وبعد هذه البشرى وبعد هذا الكلام أيها الإخوة، الإنسان المسلم يحزن أو يقلق؟ قل آمنت بالله ثم استقم، حتى تتنزل عليك الملائكة، ما هو فقط تريك مقعدك من الجنة، وإنما تكون معك في ظلمة القبر، في وحشة القبر، في ذلك الموقف الصعب. هل تذكرنا القبر وظلمته ووحشته أيها الإخوة؟ تكون معك الملائكة، ثم في الحشر، ثم في الحساب، ثم في الميزان، ثم على الصراط، حتى يدخلونك الجنة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الاستقامة. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة وفي الممات يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهد أولادنا وذرياتنا الصراط المستقيم، إنك على كل شيء قدير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا للصراط المستقيم، وأكرمنا بخير المرسلين، وأنزل علينا كتابه المبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، اتقوا الله واستغفروه وتوبوا إليه، ومن يتق الله يجعل له مخرجًا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، ومن يتوكل على الله يجعل له من أمره يسرا. واعلموا يا رعاكم الله أن الاستقامة على الدين تعني الثبات، الثبات على العمل الصالح، الثبات على ما أمرنا به القرآن، الثبات على ما دلنا عليه نبينا صلى الله عليه وسلم، ونلازم ذلك ظاهرا وباطنا أمام الناس وفي غيبة الناس، في خلوتنا وفي حال علانيتنا، في أقوالنا، في أفعالنا، في تعاملنا، نراقب الله سبحانه وتعالى. فالتقوى أن يجدك الله حيث أمرك،
وأن يفتقدك حيث نهاك. هذه هي التقوى، إنها العمل الصالح الذي يراقب ربه سبحانه وتعالى في كل أحواله. إنه الإخلاص، إنها المراقبة والإخلاص لله عز وجل. قل آمنت بالله ثم استقم. وقد أمر نبينا صلى الله عليه وسلم، أمره الله عز وجل بالاستقامة، فقال سبحانه، فقال مخاطبا لنبيه، نعم مخاطبا له في الآية، وكما نعم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. فاستقم للنبي أمر، فاستقم كما أمرت. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم شيبت اليهود، قالوا ما الذي شيبك بهود؟ قال هذه الآية، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. والخطاب عام للمسلمين إلى يوم القيامة، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، هي عامة للمؤمنين في كل زمان ومكان. ومن دعائم الاستقامة أيها الإخوة أن يكثر الإنسان من الدعاء، وأن يكثر من الاستغفار. قال الله تعالى فاستقيموا إليه واستغفروه، وقال سبحانه وتعالى فأما الذين آمنوا واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. اللهم ارزقنا الاستقامة على دينك وعلى سنة نبيك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة وفي الممات. اللهم اجعلنا من الذين يستقيمون ويراقبونك في السر وفي العلن وفي كل أحوالهم وفي كل أطوار أعمالهم يا رب العالمين. هذا وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال ولم يزل قائلا عليما وأكبر حكيما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم على الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وأن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم أصلح لنا شأننا كله، اللهم أصلح لنا شأننا كله، اللهم أصلح لنا شأننا كله، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين ما تخفي الصدور. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا، واشف مرضانا، وأصلح أحيانا، واغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين، وفرج عن المسلمين يا رب العالمين فرجا عاجلا، إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني الكرام، نحن لازلنا غدا إن شاء الله عندنا تشجيع وتحفيز وتوزيع للجوائز على البنات، الحمد لله. وبشركم يعني إقبال شديد خاصة من البنات على دراسة القرآن وحفظ القرآن والتعلق بالمساجد، وهذا والله من المبشرات إن شاء الله، لأن هذه البنات غدا سيكون أمهات ويربين الأولاد ويعلمهن إن شاء الله الدين والقرآن. فلا تبخلوا علينا بما أعطاكم الله، جزاكم الله خيرا من الجوائز العينية أو النقدية. بارك الله فيكم، وجعل الله في موازين أعمالكم وموازين آبائكم وأمهاتكم. الصدقة تدفع نعم عن الإنسان مصارع السوء وتقيه مصارع السوء وتدفع عنه غضب الرب، والإنسان يوم القيامة في ظل صدقته. يقول سيدنا عمر رضي الله عنه تباهت الأعمال الصالحة، تباهت صارت تفتخر، فقالت الصدقة أنا أفضلكن،
يعني لما لها من ثواب ومن أجر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا وإياكم وأن يجعل قلوبنا يعني تخدم على بذل الخير، لأن الشيطان يعيدكم الفخر ويأمركم الفحشاء. إذا أراد الإنسان أن يتصدق ولا لا تصدق، خليها في غلاء، تجيب ربطة خبز بتجيب فيها كذا، فيمنع الإنسان من أن يفعل الخير، فلا تبخل بارك الله فيك. وهذه صدقة والله أنت تتعامل فيها مع الرب، مع من خلقك، من أعطاك، من ذا الذي يقرب الله قرضا حسنا. الله يجعلنا وإياكم من الذين يبذلون ويعطون ما أعطاهم الله سبحانه وتعالى. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر. الله